بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك وليلة قدر مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها خير ما كتب لعباده الصالحين. يسأل بعض الأخوة والأخوات ما هي أفضل سورة قصيرة يمكننا أن نكثر من قراءتها في هذه الليلة ونحصل على الأجر الجزيل. ربما هناك رجل لا يحسن القراءة للسور الطوال، امرأة لا تحسن القراءة للسور الطويلة، لدينا أطفال لا يقرؤون السور الطوال، رجل كبير في السن، امرأة مريضة، طفل ماذا نفعل؟ ما هي السورة التي يمكننا أن نقرأها الليلة من السور القصار وفيها الكثير من قضاء الحوائج؟ رجاء استمعي، ماذا يقول علماؤنا الأعلام؟ يقولون نقلا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام سورة القدر، الإمام الصادق عليه السلام يقول: سورة القدر هي نعم رفيق المرء، بها يقضي دينه. يعني الليلة عندما تقرأ سورة القدر الله سبحانه وتعالى يقضي دينك بعد، ويعظم دينه. بسورة القدر يعظم دينك، أي أن الله سبحانه وتعالى يبدأ بتوفيقك للعبادات والطاعات والإيمان واليقين والثبات على الدين وترك الشهوات والذنوب والمعاصي، ويظهر فلجه، والفلج بمعنى الفوز والظفر، يعني بمعنى بأنك سوف تغلب أعداءك. الله سبحانه وتعالى يكون ظهيرا لك إذا ما أحد تعرض إليك بأذى أو بسوء. وبسورة القدر يطول عمرك، وبسورة القدر يحسن حالك. ومن كانت أكثر كلامه سورة القدر لقي الله سبحانه وتعالى صديقا. فإذا السورة التي هي قصيرة جدا وعلينا أن نقرأها إذا لم نستطع أن نقرأ السور الطوال هي سورة القدر. نعم الرفيق الليلة في ليلة القدر هي سورة القدر، بها نص. لأقرأ لكم نص الحديث من الإمام الباقر عليه السلام: سورة القدر هي نعم رفيق المرء، بها يقضي دينه ويعظم دينه ويظهر فلجه، أي فوزه ونصره، ويطول عمره ويحسن حاله، ومن كانت أكثر كلامه لقي الله تعالى صديقا. هذا ما ورد في كتاب مستدرك الوسائل في الجزء الرابع صفحة 364 الحديث 4945. بل إن الإمام الصادق عليه السلام يبشرنا بهذه البشارة الكبيرة ويقول: لو قلت لصدقت. رجاء استمعي، الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو قلت لصدقت. إن قارئ سورة القدر لا يفرغ من قراءتها حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له براءة من النار. أليس نحن في هذه الليالي التي نطلب من الله سبحانه وتعالى عتقنا من النار؟ فاقرأ هذه السورة، سورة إنا أنزلنا، ليكتب الله سبحانه وتعالى لك في هذه اللحظة براءة من النار. هذه الرواية الثانية وردت في كتاب مستدرك الوسائل في الجزء الرابع صفحة 362 في الحديث 4941. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.